عندنا زيادة نتاع 20% تقريبا في الامور نتاع في ديبونس نتاعنا ككل، يعني بالنسبة للاستثمارات بالنسبة لاستغلال السير غيرها. ما ننساوش انه الدينار انخفض بالنسبه للعملات الاجنبيه خاصه الدولار والاورو، يعني في تخفيض في الدينار. كذلك ربما بالنسبه لوزاره الدفاع انه في تهديدات امنيه على الجانب الكبير في على الحدود تاع ليبيا، فيه بالطبع المشاكل في الحدود تاع المغرب، فبالطبع هذا يتطلب اموال كثيره. لكن الشيء اللي لازم نقولوه هو انه ما يقدرش البترول وحده يتحمل هذه الاعباء تاع الميزانيه، لابد من انطلاق اقتصاد حقيقي يعني خارج المحروقات. وللاسف الشديد كل الرؤساء اللي تعاقبوا على الجزائر وكل رؤساء الحكومات وكل وزراء تكلموا على اقتصاد بديل البترول وخارج المحروقات، لكن ولا واحد فيهم نقدر نقولوا راه نجح في المهمه هذه. اذا فما زلنا نعتمد على البترول حتى مانيش عارف الى متى. فالان الشيء اللي راه موجود لهنايا في الامر هذا هو انه في تحديات كبرى تنتظر الجزائر بعد كوفيد 19، لانه راح تكون في انطلاقات دوليه. انت تكلمت نقطه مهمه جدا على الاستشراف. احنا في الحكومه الحاليه والحكومات السابقه لابد يكونوا وزارتين هما اللي نقدر نقولوا هما القلب النابض تاع اي حكومه في العالم، هي وزاره الاقتصاد ووزاره التخطيط. هذه الوزارات غير موجودين. نقطة أخرى كذلك مهمة جدا هي فيه دراسات يعني تعملوا قبل من طرف مكاتب دراسات جزائرية ومكاتب دراسات أجنبية، لكن للأسف الشديد لم نأخذها بالاعتبار بالنسبة للتهديدات اللي ممكن تكون على الجزائر، بالنسبة لأسعار البترول، بالنسبة للتكنولوجيا في المستقبل، بالنسبة للقرارات الجيوسياسية والاستراتيجية اللي عندها آثار على الجزائر. فبالطبع احنا ما خليناش بالاعتبار كل الأمور، فيه كلام لكن القرارات لا توجد قرارات يعني لي باش ننطلقوا بالاقتصاد قال الجزائري من 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 الوضعيه هذه باش يصبح كاقتصاد مثل الدول العشرين اكبر الدول الناميه في العالم، يعني الدول المتطوره في العالم، يعني لي جيفا. الجزائر عندها كل الامكانيات، يعني الجزائر ما خصها والو، يعني من ناحيه الثروات البترول والغاز عندنا، من ناحيه يعني المعادن الموجوده، من ناحيه الاراضي عندنا 43 مليون هكتار صالحه للزراعه نستغلوا منها الا 8 هكتار. من ناحيه النشيد الصناعي ممكن ان نعمل اعاده هيكله، قال شركات تروح ربما الخصخصه، شركات تدخل بتسييب عقود تسييبيه مع شركات اجنبيه وشركات تفتح راس المال تاعها وشركات تحاول تبنيها الدوله وغيرها، ما فيش انطلاقه. شفنا المثل الصيني كيفاش انطلقوا، ولكن احنا حتى اليوم ما زلنا عندنا هذاك الحذر، يعني خايفين عندنا شويه اموال قال نخاف نخرجها. لكن الانسان اللي يكون عنده الاراده الحقيقيه هذا هو الوقت اللي يستثمر فيه، نستثمر في التكنولوجيات، نستثمر في جميع القطاعات. لكن انا بالنسبه لي هذا القانون المالي هذا راح يحافظ على نوعا ما من التوازن، لكن مستحيل انه يعطي انطلاقه حقيقيه للاقتصاد او انه يطور الاقتصاد الجزائري مثل ما طوره الدول الاخرى. ماذا عن الدعم الاجتماعي؟ بالنسبة للدعم الاجتماعي فبالطبع فيه تكلم الوزير الأول على أنه فيها 17 أو 18 مليار دولار يعني كدعم، يعني بالنسبة للدعم العام يعني ككل. فبالطبع احنا هو عنده رؤية ربما في الأمر هذا، احنا بالطبع تكلمنا على أنه لابد يروح الدعم هذا لأنه كان كثير من الأغنياء يستفادوا من هذا الدعم، الكهرباء والغاز والبنزين والسكر والحليب انا نقول والفارينه وكذلك القمح وغيرها من الامور هذه. اذا فاحنا لابد تكون هناك استراتيجيه لدعم الرواتب، يعني لابد من اعاده النظر في الرواتب، وباش نعرفوا الرواتب ونعرفوا العمل يعني المهن ليميتي اللي كان في الجزائر ونعرفوا الفرق ما بين مثلا نعطيك انا مثل بسيط، استاذ في الطب يعني جراح في قطاع هنا في الجزائر في قطاع خاص في يعني في طب النساء في المستشفى ياخذ ربما 20 مليون سنتيم، لكن في هذاك المستشفى الخاص ياخذ حوالي 130 مليون. اذا فهناك لابد من اعاده النظر في التقييم الكلي، لابد احنا قلنا نعملوا سكون ابال منتدى وطني للعملي ولا كونفيرونس ناسيونال دو لومبلوا كما صارت في فرنسا، كما صارت في المانيا، كما في السويد، كما في كثير من الدول، باش نعرفوا
المهن، نعرفوا الرواتب، نعرفوا يعني كثير من الامور. وكان كثير من كان هذا العمل هذا عملناه في السبعينات، كان ذاك الوقت اللي حاكم التخطيط عبد الله خوجة رحمه الله اللي عمل جيد. كان كذلك استعانوا ببعض جماعه من روسيا، كان انا ذاك الاتحاد السوفيتي وكان يدرس هنايا مختص في التخطيط دوبروفسكي اللي اعطى استشاره جيده بالنسبه للجزائر. يعني لو يروحوا الارشيف يلقاو كثير من الافكار وكثير من الامور اللي لابد يعني اعاده تقييم بالنسبه للمرحله الحاليه. اذا فكذلك لابد تكون عندنا استراتيجيه بالنسبه لهذ 17 مليار 18 مليار مش تنحيها الدوله وتخبيها في الخزينه تاعها، لابد انها تدعم بها الرواتب والاشخاص اللي ما عندهمش يعني دخل ربما هذوك تعملهم بطاقات. لابد انه نفعل العمل بالنسبه للبلديات كما يتعاملوا بها في الدول الاوروبيه، ان البلديه تتكفل بالنسبة. ولكن استاذ سعد بعقبه دكتور بن يحيى كان يقول انه هذو حاصلين في قفه رمضان، فهل يمكن ان يديروا فعلا مثل هذه العمليه؟ لا اسمح لي، احنا في الجزائر عندنا في قسنطينه نقولوا واحد الكلام، قم ولا طلق. يا اما تكون قادر على المسؤوليه تاعك وتقوم بها على احسن واجب، يا اما الواحد ما يكملهاش ما نقدروش. حنا دوكا قال مانيش قادر على هذه، عندك مسؤوليات كبار، عندك 44 مليون جزائري، عندك تحديات كبرى امنيه، تحديات اقتصاديه، تحديات اجتماعيه، لابد انك تكون على جميع الجبهات، هذا هو المسؤول. صحيح ان الوضع صعب يعني هذه عارفينها انه معقد وصعب، لكن لابد الناس تكون في المواقف هذه انها تتخذ المسؤوليه نتاعها للخروج من الازمه، ما نبقاوش قال احنا الظروف راهي صعبه نبقاو نهرب الى الامام. طيب. هذا ماهيش حل. اذا فلابد من اتخاذ الاجراءات اللازمه باش الجزائر تنطلق حقيقه اقتصاديه. وحنا درنا بعض يعني بعض الدراسات انه بعد 7 سنوات الجزائر تدخل ما بين لي جي 20. عندنا كل الامكانيات، حنا ساعات نشوفوا في امور يعني بسيطه ممكن ان نطبقوها لكن لا تطبق في ارض الواقع، مانيش عارفين علاه.